بالنسبه للاثمنه تقريبا عندنا واحد الفرق ما بيننا وبين السوق تقريبا ديال واحد 80% ولا 70% ديال الفرق. بحال اللي كتشوفوا مثلا القشريات راه دايرين اليوم هذا العام واحد الثمن اللي هو الثمن جد معقول هو 17 درهم، يعني ما كايناش في السوق عند حتى اي في اي بلاصه ما غاديش تلقى الثمن هذا. وبالنسبه للحوت الاخر بحال لي كريستاسيي بحال الكروفيت بحال الرخاويات بحال فواكه البحر، هادو كلهم متواجدين هنا في هاد نقطه البيع هادي اثمن جد 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 مزيانه. بحال مثلا الا شفنا السوق مثلا عندنا هنايا راه داير 65 درهم 70 درهم، بالنسبه لثمن السوق راه واصل 90 درهم الاقل. مثلا كالامار عندنا حنا هنا ب 70 درهم اللي وصل 140 درهم 130 درهم في السوق. وبالنسبه للكروفيت داير عندنا حنا هنايا 65 درهم، السوق وصل به حتى 130 درهم 140 درهم دابا في رمضان هذا. وبالنسبه للابتياز اكثر اللي عندنا هو في نقطه البيع هذه التابعه لمجموعه اسماك رحال، هو ان هذه المبادره كتستمر على طيله السنه، يعني نفس السمك بنفس الثمن، والشيء اللي كيجعل ان الثمن يكون هابط هو ان هذا الحوت كيجي مباشره من بواخر نقطه البيع كتعرض ديريكتومون للمواطنين دون تدخل وسطاء تجاريين، واللي كيخلي الحوت هو كيبقى محافظ على الجوده ديالو. بالنسبه للارتسامات اللي جاونا من مناطق اللي درنا فيهم نقطه البيع خاصه قلميم تيزنيت وكذلك تالودانت وهنايا فكادير في ايت ملول، يعني الناس عطاوا واحد الارتسامات جد ايجابيه ان الاقبال كيزيد كل عام كيتزاد الاقبال اكثر من اللي كان، وهذا الشيء كيدل على ان هذه المبادره هذه بغاوها المواطنين وان المواطنين عاجبهم هذه المبادره هذه، والحمد لله هذا الشيء اللي كاين. اليوم كاينين في المبادره السادسه لهذا العام ان شاء الله في 2024، كما دازوا خمسه دورات كانوا ناجحين تبارك الله، كما كتشوفوا معنا الاثمنه معقوله والثمن جد معقول. الحمد لله كنعرفوا اقبال كثير من عند الناس ديما الحمد لله، العام لعام كيجوا كيسولوا فينا كيلقاو اثمنه مزيانين. انتم كتشوفوا اثمنه معقولين، كاين القشريات ب 17 درهم، كاين جميع انواع الكروفي، جميع انواع الكالامار، المهم جميع انواع الحوت ديال تاع الاسماك المجمده تاع اهالي البحار كاينين. والحمد لله الناس اللي كيهمنا هو ان الناس عاجباهم هذه المبادره، هذا الشيء اللي كيهمنا. وكنشكروا السلطات اللي كيساعدونا في تنظيم هذه المبادره، وزاره الصيد وزاره الداخليه، لي زارماتور حتى هما كنشكروهم. بالنسبه للاثمنه تقريبا كاين واحد الفارق تاع 50% مقارنه مع اماكن اخرى، كيف ما بحال الصول كنبيعوه حنا ب 65 درهم، كاين في بلايص اخرين واصل 85 90 درهم، الكروفيت كنبيعوه ب 65 واصل حتى 100 درهم في بلايص اخرى. يعني الناس فاش كتقول لهم هذه الاثمنه كتجيهم زعما راها خياليه، كنديروا لهم واحد القضيه ديال 3 كيلو ديال الحوت ب 50 درهم 6 كيلو ب 100 درهم، فاش كيسمعها الانسان كي زعما كيقول لك راها زعما راه اثمنه مزيانين في صالحنا. وانا بالنسبه لي انا كاين في المبادره كاينه في قلميم، انا كاين يلاه جيت اليوم تماك، تما الناس سبحان الله العظيم زعما كيقولوا لي كل عام كل رمضان كنتسناكم تجوا، حيت هذه المبادره راه زعما طيبه من اللي دارت وزاره الصيد مع وزاره الداخليه مع لي زارماتور، راه مبادره زعما انسانيه. عندنا الرايه كتفتح حبه حبه شتيها، الرايه حبه حبه صايبه طريفات كيجيو لنا الكلامار، هاد الكروفيت تما كاين سيباري نص كيلو نص كيلو.